استقبلت رئيسة جمهورية الهند باردي مورمو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس عبد الفتاح السيسي بساحة القصر الرئاسي الهندية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية. ووجه الرئيس السيسي خلال كلمته أمام الصحفيين بالقصر الرئاسي الهندي التهنئة للهند حكومة وشعبا بمناسبة الاحتفال بيوم الجمهورية، مشيرا إلى أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لاستمرار التشاور وتبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون بين مصر والهند على كافة الأصعدة. عقد الرئيس السيسي مباحثات قمة مع رئيس الوزراء الهندي بقصر حيدرآباد بنيودلهي، كما شهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون في عدد من المجالات بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أكد الرئيس السيسي خصوصية العلاقات المصرية الهندية على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى مواصلة العمل على زيادة حجم التجارة المتبادلة وتعظيم فرص التعاون المشتركة، معربا عن التطلع إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر بمختلف المجالات. وأوضح الرئيس السيسي أن مصر والهند لديهما رؤية مشتركة بشأن مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، مشددا على تطلع مصر إلى الانتقال بالعلاقات مع الهند إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الهندي أن التعاون مع مصر ازداد قوة خلال السنوات القليلة الماضية بفضل القيادة الحكيمة والناجحة للرئيس السيسي، مضيفا أن التنسيق الاستراتيجي مع مصر سيخدم السلام والازدهار في المنطقة بأسرها. التقى الرئيس السيسي وزير خارجية الهند مؤكدا حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الهند، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معربا عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الهندي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبه أكد وزير الخارجية الهندي أن زيارة الرئيس السيسي ستساهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل التزام الحكومة الهندية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات. وضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على ضريح المهاتما غاندي، مشيرا إلى أن الزعيم الهندي الراحل شكل علامة فارقة في التاريخ الإنساني بتجسيده لمبادئ وقيم العدالة والسلام والمساواة ونبذ العنف، وكذلك مواقفه الوطنية الشجاعة وانحيازه غير المشروط لخيار المقاومة السلمية، مؤكدا أن مصر والهند تجمعهما روابط حضارية وتاريخية مشتركة وتتشابهان في التزامهما الراسخ بنشر الأمن والسلام والاستقرار ودعم جهود التنمية والرخاء. قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في كلمة لنواب البرلمان الأوروبي إنه لا توجد معدات عسكرية مخزنة في محطات الطاقة النووية الأوكرانية التي تتفقدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون إمكانية توريد الدبابات الخفيفة الفرنسية لأوكرانيا، مضيفا أن بلاده تحتاج المزيد من الدبابات وأنظمة الدفاع الجوية لتعزيز الدفاعات الأوكرانية وصد الهجوم الروسي. كما طلب زيلنسكي من الرئيس الفرنسي منع مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستجرى في باريس عام 2024. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يجري أي محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي منذ سنوات. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد في وقت سابق انفتاح موسكو للحوار وحل كل النزاعات مع أوكرانيا سلميا، لافتا إلى أن الدول الغربية تقف وراء معظم النزاعات وتعرقل تطبيع الأوضاع.
افتتح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي فعاليات الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتشارك في المعرض نحو 1047 دارا من 53 دولة من مختلف دول العالم، وتحل الأردن ضيف شرف المعرض. كما يضم المعرض 500 فعالية ثقافية متنوعة لترسيخ الهوية، بالإضافة إلى عقد لقاءات وندوات مع مبدعين وكتاب ومفكرين لتعزيز دور الثقافة في بناء المستقبل. ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور اعتباراً من غد الخميس.